لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه، والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: وهل هناك حجة في من يقول أن الركوب على الراحلة في السابق دليل على إجازة القيادة للنساء؟ ركوب على الراحلة ما فيها خطر، الراحلة ما فيها خطر ولا يترتب عليها مفاسد، خلاف قيادة المرأة للسيارة ففيها مفاسد، فيها خطر وفيها محاذير كثيرة، فلذلك يمنع منها. والمرأة إذا ملكت سيارة وصار معها مفتاح سيارة صارت تذهب لما شاءت بأي ليل ونهار، معها مفتاح سيارتها ولا أحد يمنعها، وليس للرجل عليها سلطة، وقد يتصل بها فاجر أو فاسق، يتصل بها يواعدها، مش اللي يمنعها أنها تأخذ مفتاح السيارة وتشغل وتروح لما الموعد، لأنها أخذت حريتها، فهذا فيه مفاسد خطيرة. نعم. أخذت بعض الصحف المحلية تنشر بعناوين بارزة آراء ومقترحات ساذجة، منهم من يطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والبعض يقترح فتح نوادي رياضية للفتيات وهكذا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الله يهدي الجميع. رأيي أن هذا يقفل، وأنها تمنع هذه النقلات وهذه الأشياء ويسد بابها وتمنع الصحابة من نشرها، والإذاعة كذلك، هذا رأينا فيها، وقد قبلنا أنا مسؤول ذلك، وتنبغي سد هذا الباب ومنع هذا الباب كليا، لأن وجود النوادي للبنات يترتب عليه شر كثير، وهكذا قيادة السيارات يخشى منه بلاء كبير، ولكن كثير من الناس يأبى إلا يحكم رأيه وهواه ويكتب ولا يأمره العوام. نسأل الله لجميع الهداية. فإنا نفتي أن قيادة المرأة للسيارة حرام لما نعلمه من مفاسد كثيرة.